وهلا بدنا نروح لكرة القدم الأوروبية وتحديدا برشلونة اللي استطاع يتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا. طبعا يعتبر هذا خبر عادي، لكن المتابع لهاي المباراة بعرف إنه التأهل جاء بشكل دراماتيكي وبطريقة برشلونة المعتادة مؤخرا، واللي هي ريمونتادا باللحظات الأخيرة. رح نحكي أكثر عن هذا التأهل مع المحلل الرياضي اللي بنضم لنا من فلسطين أحمد العلي. مساء الخير أحمد، وأهلا وسهلا فيك بأكسترا تايم. يسعد مساك سميحة، ومساء الخير أكيد لكل المشاهدين والمتابعين. أهلا فيك. بداية أحمد، هل بنقدر نقول إنه الريمونتادا صارت ماركة مسجلة باسم برشلونة؟ والله هي من ناحية برشلونة بصراحة بيستحق، يعني ربما ممكن من أجمل أو أصعب الريمونتادات شفناها، صعب نجمع الكلمة، ولكن هي فعلا كانت لبرشلونة، وخاصة يعني دائما لما نذكر الريمونتادا لازم نجيب سيرة باريس سان جيرمان بدوري أبطال، يعني الـ6-1 هي اللي بصراحة ما حدا كان ممكن يتخيلها أبدا، بس فعلا برشلونة من الفرق الكبيرة اللي فعلا كلمة يعني ريمونتادا بتلبق لها مثل ما نقول. طيب كيف قدر برشلونة يقلب خروجه لتأهل على حساب إشبيليا بعد أيام من فضيحة اعتقال رئيس النادي؟ صحيح، أول شيء على فكرة يعني هذا الأمر نشعر أنه في فصل واضح من ناحية مشاكل إدارية ومن ناحية الأداء الفني، لأنه بصراحة هي المباراة تحديداً دخل برشلونه بتكتيك كثير مميز، وهون كمان لازم نوجه تحيه طبعا لكومان، يعني كثير انتقد بالفترات الماضيه، ولكن هي المباراه دخلها يعني كان دارس الموضوع صح، لدرجه انه فعلا تخلى حتى عن المهاجمين، لانه كان عم يفكر قديش بيقدر هو يعني يستحوذ على منطقه الوسط، لانه بحاجه ليمسك الكره وبحاجه ليسجل هدف مبكر، لانه احنا بنعرف انه الفريق متاخر بهدفين. والصراحه انا برايي يعني حتى برشلونه كسبوا المباراه فنيا وكمان معنويا، لانه حتى توقيت الاهداف سميحه بنشوف هدف مبكر بعدين هدف صح اجى بوقت قاتل، ولكن كان تاثيره على الفريق الخصم اللي هو اشبيليا كثير سلبي، وانا بصراحه بعد هدف بيكيه كنت على ثقه تامه انه بالاشواط الاضافيه او حتى لو راحت المباراه لركلات الترجيح رح يكون برشلونة قادر على حسم المباراة. طب أحمد، يعني بنقدر نقول إنه اللي صار ردة فعل إيجابية على، يعني اللي صار في هذه المباراة ردة فعل إيجابية على ما حدث؟ هو إجمالاً إحنا نعرف سميحة يعني مشاكل برشلونة ما صار ليوم يومين عفواً، وبالفترات الماضية صح برشلونة شوي متراجع، بس مش بالحالة متراجع، حتى ريال مدريد متراجع، ولكن كمان ببعض الأوقات الصعبة شفنا برشلونة عم يرجع، يعني قبل ما يلعب مع إشبيلية كمان شفنا عم يعمل نفس الـ خلينا نحكي يعني مباراة كانت كثير صعبة عليه أمام غرناطة، وكمان شفنا عم يتخلص من الفريق، فبالتالي ما فينا نربطهم بشكل مباشر، لأنه هو فعلا فريق برشلونة بيضل كبير باسمه، وشفناه بالفترة الماضية برضه عم يعمل يعني مباريات كانت كثير عليه صعبة وعم يرجع فيها بقوة. نعم، طيب الكل طبعا هلا عم بحكي عن مباراة باريس، بعد هذا التأهل برأيك هل سيعيد برشلونة تأهله زي ما عمل قبل سنوات ويعمل ريمونتادا جديدة ضد الباريسيين؟ يعني هو للأسف هلا جماهير برشلونة ممكن يعني ما يعجبها الكلام، ولكن بتصوري رح يكون صعب، احنا بنعرف أول شيء لازم يكون في فصل بطولة عن بطولة بتختلف، ممكن شوي ظروف المباراة خدمت كمان برشلونة بعيدا عن التجهيز التكتيكي واللاعبين بصراحة اللي كانوا على قدر المستوى، ولكن كمان بالمقابل إشبيليا شفنا عم ينطرد من عنده لاعب، عم يضيع ركلة جزاء، كل هي واضطرار المدرب للعب بتكتيك دفاعي كبير، فكل هي الأمور ثبت لصالح برشلونة. الآن بما يخص موضوع باريس سان جيرمان، الموضوع كمان يعني على الورق أنا برأيي صعب جدا بالظروف الحالية، لأنه يعني على أقل تقدير إذا بدنا نحكي من خلال الأسماء، يعني نيمار اللي كان أحد نجوم الريمونتادا على باريس سان جيرمان مع برشلونة حاليا مش موجود بالفريق، سواريز اللي كان سجل الهدف الأول بأول دقيقتين وقتها كمان مش موجود، بالمقابل باريس سان جيرمان كان عنده مجموعة من اللاعبين بصراحة مميزين، ومثل ما شفنا بيقدمهم امبابي والمباراة على أرضهم، فبتصوري هاي المرة للأسف رح تكون صعبة، وبصراحة إذا برشلونة عمل ريمونتادا يعني فعلا كل الكلام بيكون يعني قليل بحق هذا الفريق، بس أنا أستبعد كل كمل أحمد بحكي لك، بس أنا أستبعد كليا أنه برشلونة يكون قادر على العودة بمباراة الإياب بدوري الأبطال إلا إذا ظروف معينة ساهمت أو ساعدت الفريق، يعني بصراحة احنا ما بدنا بس دائما نذكر برشلونه، ممكن لازم نذكر ريال مدريد، ولكن مع مباراته مع اتلانتا الكل كان رايح باتجاه انه اتلانتا رح يحقق انتصار كبير، ولكن
مجريات المباراة لعبت دور، طرد أتلانتا، فبالتالي شفنا ريال مدريد عم يظهر بشكل مغاير وعم بحقق انتصار. كرة القدم نحن دائما نحكي انها لعبة مجنونة، وهي فعلا مجنونة، لأنه مهما وضعنا سيناريوهات على أرض الملعب كل شيء بيختلف. صحيح. ولكن كثير أنا يعني بستبعد أن برشلونة يكون قادر، العناصر الموجودة بصراحة يعني بمقابل الموجود في باريس سان جيرمان بعتقد أنه صعب كثير. نعم، المهم أن نشوف مباراة جميلة. أحمد العلي، بدي أشكر مداخلتك معنا لليوم، شكرا جزيلا لك.